بلا شك النادي الأهلي نادي كبير، ولد كبيرا وسيظل كبيرا، وأعتقد بأن النادي الأهلي جزء لا يتجزأ من عظمة مصر. بكل تأكيد بهذه الإنجازات، بهذا التوهج الأفريقي في كل مكان وفي كل بيت، أنا أعتقد أنه ذكر الأهلي حاضر وموجود. مشاركة هذا المجد بلا شك الأهلي يشاركه مع الدولة المصرية، لذلك يسعدنا أن يشرفنا اليوم، وأتشرف بأن يكون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حاضر معنا ليلقي كلمته بخصوص هذه المناسبة. الرحيم، يعني النهارده يوم جميل مشرق، حتى لو احنا يعني في مساءه. كل التحيه والاحترام والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسه طبعا كابتن محمود الخطيب، ولكل الحضور الكريم، وشايف كمان تاريخ مصر الكروي موجود. كل التهنئه والتقدير للنادي العشرة، كل التهنئة والتقدير لهذا التفوق على المستوى المصري والأفريقي، وده شيء مشرف جدا الحقيقة. بنقل تهنئتي للجميع، وأيضا يعني أحب أن أنا أركز في جزء معين. هيبقى قطبي الكرة المصرية، وهيبقى دائما التفوق لمصر من خلال هذا وهذه النجاحات الكبيرة. أنتم مرآة كبيرة، أنتم قدوة لكل النشأ والشباب وكل المصريين. في الحقيقة اللي دايما بنقول إحنا تحت مظلة واحدة، إحنا جمهورية مصر العربية. التفوق الرياضي ده شيء مشرف لينا كلنا. مرة تانية بنقل كل التحية والتقدير، وألف مبروك للنجمة العاشرة، ودايما التفوق ثم التفوق والتفوق. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور أشرف صبحي وللدولة المصرية.